كتاب وما بعضنا التقرير. في الحقيقة هو عودة على مؤتمر الإعلان عن حركة نداء تونس، ثم نبدأ هذا الحوار. وأطلق الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السابق مبادرته السياسية جديدة، لقاعة احتضنت الآلاف من مناصريه وعددها من الشخصيات السياسية وبعض الأحزاب، ليعلن تأسيس حركة نداء تونس، حركة تجمع التونسيين دون إقصاء من أجل هدف واحد، خدمة الوطن. في حاجة إلى توافق عريف بين كل القوى التونسية باش نجتازوا هالمرحلة هذه الدقيقة اللي تمر بها تونس، واللي إن شاء الله بقدرة ربي يعني نجموا نجتازوها إذا كان الناس كل تحط اليد في اليد. ومن بين المسائل الأساسية اللي طرحها الباجي قايد السبسي خلال إعلانه عن ميلاد حزب نداء تونس هو تقييم المرحلة السياسية الراهنة للبلاد وما تعيشه من واقع، وصف الوضع الآن بالمعقد والصعب، وانتقد خلاله الباجي قايد السبسي بعض النقاط السلبية في عمل الحكومة، من بينها فشلها في المدة الأخيرة في توفير الأمن وعودة العنف وحظر التجول، فضلا عن الإخلالات اللي حصلت في امتحانات البكالوريا وكذلك تدهور الموسم السياحي. لما نلقي نظرة على ما عاشته تونس في الأيام الأخيرة من أحداث حقا مرعبة ومن تعديات على الممتلكات وخاصة تعدي على أجهزة الدولة وما يرمز إلى الدولة والحرق والنهب، الأمر الذي تضرر منه حقيقة الاقتصاد التونسي وكذلك أيضا السياحة اللي أصبحت منكوبة اليوم. ودعا الباجي قايد السبسي كل القوى السياسية في تونس باش تكون شريكة للمبادرة، وأن تأخرت كل القوى الديمقراطية في مسار إصلاح عصري تجنبا للتشتت وخدمة للمصلحة العليا للبلاد من خلال الإيمان بمبدأ الدولة التونسية فوق الأحزاب والمصالح الفئوية، فضلا عن التمسك بالفصل الأول من الدستور وبمجلة الأحوال الشخصية وتكريس مبدأ المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورفض الإقصاء ضد الدستوريين بدون موجب. الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات السيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. الباجي قايد السبسي أكد أن الحزب ليس معارض بالمعنى التقليدي، بل هو حزب مقترحات وبدائل، وأن الحزب هذا منفتح على كل الأحزاب السياسية بما في ذلك حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل لكي يعمل على خدمة الشعب. المشهد السياسي موش متوازن، يلزم نعمله من أجل خلق التوازن اللي هو شرط من شروط يعني التناوب على السلطة. احنا مفتوحين للناس كل، لكن التمشي اللي احنا ماشيين فيه وبوضوح ما هوش فقط باش نعملوا حركه او حزب، احنا باش نعملوا نكونوا متفتحين على كل الاحزاب اللي موجوده في تونس باش نتعاملوا معاها، ومستعدين باش نعملوا لقاء نضبطوا فيه اليات هذا التعاون وشروط هذا التعاون. برنامج متكامل قيد التحذير ستعمل من خلاله فرق من المتخصصين على وضعه للمساهمة في تقديم تصورات للخروج من الوضع الصعب، واللي يتطلب تضافر كل الجهود والحنكة والكفاءة والخبرة من أجل إطلاق الحلم التونسي من جديد، فأي مصير لمبادرة الباجي قيد السبسي.